سنعود سنعود إلى هذه النقطة بتفصيل سيد النعيمي، لكن فيما يتعلق بما ذكرت أن هذه الضربة كانت تستهدف أسلحة وذخائر للنظام الإيراني أو أسلحة وذخائر إيرانية في مطار دمشق، مسارها من أين في مطار حلب عفوا، مسارها كان من أين إلى أين سيد النعيمي؟ مسار تلك الطائرات طبعا تأتي هي من إيران عبر شركة ماهان وعدة شركات متعاونة مع الحرس الثوري الإيراني، يتم إرسال تلك الشحنات إلى مطار حلب الدولي وأيضا مطار دمشق الدولي، ويتم تفريغ تلك الشحنات في المستودعات القريبة. هنا أتحدث عن مطار النيرب الذي تسيطر عليه أيضا الميليشيات الولائية، بحيث يتم نقل تلك الأسلحة عبر يعني من خلال أو التكنولوجيا بشكل عام من خلال مطار حلب إلى تلك المستودعات، ومن ثم عندما يتم تأمينها ومن خلال عمليات الرصد المستمرة، هنا أتحدث عن طائرات نفشون شافيت ونفشون أيتام التي تقوم برصد الأجواء السورية بشكل مستمر، حيث نلاحظ أن ارتفاع حملات الجوية تجاه مراقبة المطارات بشكل دقيق ربما هي أيضا توحي بأن هنالك أهداف معينة من خلال عملية يعني رفع وتيرة العمليات الجوية، بحيث أن يكون هنالك معدل 3 ساعات تعلن عنها إسرائيل أنها قامت برصد تلك الأجواء بشكل مستمر، وبالتالي نتحدث عن أهداف نوعية ليست أهداف عادية، لربما هنالك بعض الأهداف التي تم استهدافها من خلال الأرض، وهنا نتحدث عن آخر الضربات أو آخر الاستهدافات التي جرت في محيط العاصمة السورية دمشق حيث نسبت إلى مجهولون، لكن عمليا نتحدث عن ربما قد يكون هناك متعاونون مع الجانب الإسرائيلي يقومون بتنفيذ تلك العمليات، وهنا أتحدث عن سيناريو التوغل البري، وفي حال وجود توغل بري ربما حاليا يقتصر على توغل استخباراتي البري، لكن ربما قد ترتفع وتيرة تلك العمليات وفق الحشود الإيرانية ووفق عدم قبول إيران بهذا المتغير الجديد الذي حصل داخل الجغرافيا السورية. تتمتع إيران بعدة مزايا، منها الحرب ضمن الحروب بحيث أنها تتحرك في داخل الجغرافيا الأكثر يعني أكثر سخونة، وهنا نتحدث عن الجغرافيا السورية، ربما الكثير من المقاتلين تم نقلهم باتجاه حلب، وهنالك عمليا بناء مستوطنات في محيط مطار حلب الدولي باتجاه مطار النيرب، وكذلك أيضا في عدة مناطق تسيطر عليها إيران، وهنالك أيضا افتتاح قنصلية إيرانية في داخل محافظة حلب، كلها مؤشرات على أن موضع إيران في سوريا ليس عسكريا، وإنما هنالك موضع ربما ثقافي وأيضا للعمل على المشاريع، منها مشاريع التغيير المذهبي والتغيير الديمغرافي الذي يحصل، كلها مؤشرات على أن إيران ماضية في هذا الاتجاه ولم تتغير تلك الاستراتيجية، رغم أن هنالك ضربات جوية ورغم أن هنالك يعني حالة من الامتعاض الكبيرة من قبل الشعب السوري، وهنالك أيضا ارتفاع لوتيرة التظاهرات التي تجري في كامل الجغرافيا السورية.